أهلا بكم إلى نقطة حوار جديدة معي أنا محمود الشيخ. خلال اليومين الماضيين انشغلت مواقع التواصل الاجتماعي هنا في بريطانيا بتداول قصة الطفل السوري لاجئ جمال وشقيقته اللذين تعرضا للتنمر والاعتداء عليهما في مدرستهما في بلدة هادرسفيلد وسط إنجلترا، وظهر في مقطعين مصورين منفصلين وهما يعانيان هذا الأمر. الطفلان وجدا تعاطفا منقطع النظير، فقد بدأ عديمي الحيلة منكسرين، وقد أطفت حقيقة أنهما لاجئان هاربان من أتون الحرب لينشدا السلام والأمان هنا أطفت بعدا آخر على القضية، ناهيك عن أن الطفل جمال كانت يده في الجبيرة حينما اعتدى عليه الفتى الآخر الذي قام بطرحه أرضا وسكب الماء على وجهه مهددا بإغراقه. وبحسب المعلومات التي توفرت فإن هذا الاعتداء ليس الأول على جمال، ولم تشفع يده المكسورة في ردع المعتدي ولو إنسانيا على ارتكاب هذا الاعتداء. أما شقيقته فكان حجابها أيضا كما يظهر في المقطع سببا لاستهدافها مرات متعددة. هذه الحادثة أخرجت إلى سطح أسئلة كثيرة طرحها المعلقون على المقاطع، منها أين إدارة المدرسة ومدرسوها من هذا الأمر؟ وأين الشرطة والجهات المسؤولة؟ لماذا يستهدف طفلان لاجئان بهذا الشكل؟ ما ذنبهما إن كان قدر لهما أن يستقرا هنا مع عائلتهما الهاربة من سعير الحرب في سوريا؟ كيف يمكن أن ندعم هذين الطفلين وأسرتهما بمعزل عن المال؟ وغير ذلك من الأسئلة التي طرحها المتعاطفون مع الطفلين. وكثير من المعلقين ربط الموضوع بخلفية عنصرية دفعت المتنمرين إلى الإقدام على هذه الفعلة. اليوم مشاهدينا سننطلق من هذه الحادثة ونعمم الموضوع أيضا ونسأل ما أسباب التنمر بشكل عام برأيكم؟ ما السبيل إلى درء التنمر بين الأقران؟ ما هو دور الأهل والمربين؟ وما هي تجاربكم إن وجدت؟ وسائل الاتصال هي كالمعتاد هاتفيا على رقم 0044-2031-620022. كذلك يمكن أن تشاركوا عبر الحوارات المنشورة على صفحة حوارات على موقعنا bbcarabic.com أو عبر صفحات البرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر وجوجل بلس، أو عبر حسابي الشخصي على تويتر. الزملاء في قسم الفيديو أعدوا هذا المقطع ليختصر قصة الطفل السوري جمال وشقيقته ومعاناتهما مع التنمر. لأسباب أمنية بديهية ارتأى والد الطفل حجب هويته أمام الكاميرا. لنتابع. بداية الأمر فكرت حالي جاي على الأمان، بس وقت اللي شفت هالشي عم يصير بولادي ما بعرف شو بدي اقول لك. عندي بنت بالمدرسة كونه نحن مسلمين، بعد سنة تقريبا أو أكثر من جيتنا لهون كبرت يعني نضجت وحبت تحط على رأسها مثل أمها، يعني كمسلمين نحن نتفاجأ بالمدرسة بيقتلوها رفقاتها وبيشيلوا لها الحجاب وبيضربوها. أتمنى برجع بقول لك إنه هالمعنيين يداروا الموضوع يشوفوا كيف نحن نكون ما مضطهدين بالبلد، ونحن بنحترم هالبلد وبنحترم بريطانيا وبنحترم الدولة اللي استضافتنا. إذن كان هذا ملخصا لقصة جمال وشقيقته. ومعي على سكايب من بلدة هادرسفيلد شمال إنجلترا سيد سليمان شويش وهو صديق العائلة ومترجمها. طبعا مرحبا بك سيد سليمان، دعني بداية أسأل عن الوضع النفسي الآن لجمال وشقيقته والعائلة بشكل عام. مرحبا وإضافة، صراحة يعني أوصف الحالة النفسية الذي تمر فيها العائلة صراحة، يعني كما رأيت يعني العائلة بوضع جدا مأساوي بسبب ما حصل لها سابقا وما يحصل لها وما تم النشر في كافة وسائل العالم
والضغط النفسي اللي هن اوريدي موجودين فيها، وفوق من الـ يعني الـ الـ كمية التعاطف اللي اجى جعلهم جدا فرحين، بس بنفس الوقت تحت الضغط. فلا استطيع صراحة ما ان الضغط اصف سليمان، الضغط الذي يشعرون به، يعني هل هو خوف مثلا من عواقب القصة، خوف على حياتهم، خوف نفسي، يعني كيف لو فصلت في هذه النقطة؟ طبعا يعني لا اخفي، هم ما زالوا يشعرون بهذا الخوف كونهم ما زالوا في نفس المنزل، يعني ما زالوا في نفس المنطقة وفي نفس الحي، لذلك لا يشعرون بالأمان حتى الآن. يعني تم طلب يعني عدة مرات، والد المعتدى عليه تم طلب نقله في المنطقة، ولكن للأسف ما زال في منزله وما زال في المنطقة، وبالتالي هذا يشعرهم أكثر بالخوف، لأنهم يعني تعرضوا لعدة مشاكل من قبل المدرسة، ولكن هذه المدرسة قريبة جدا من سكن العائلة، وبالتالي هذا الشيء يجعلهم ما زالوا في نفس الخوف وقد يكون أكثر من مما كان سابقا. طيب سليمان، الفيديو الذي ظهر فيه جمال وهو يتعرض للتنمر، ثم ظهر فيديو لشقيقته أيضا تعرض للتنمر، يعني الحوادث كما قيل كانت في شهر أكتوبر تشرين أول، يعني مضى عليها تقريبا شهران هذا الآن. الكلام تم نشره فيديو جلال، صحيح كان الفيديو في أكتوبر أو في بداية أكتوبر، ولكن ما حصل لأخت المعتدى عليه هو كان قبل 3 أو 4 أيام. طيب بالنسبة لما ذكرت في مسألة عدم تغيير مكانهم، مكان العائلة والطلب، ما الجهة التي توجهت إليها العائلة لطلب نقلها بسبب هذا الأمر؟ وهل كان التنمر فقط هو الدافع إلى تغيير المنطقة؟ الجهة هي الجهة الرسمية التي يتعاملون معها، الجهات التي هم كانوا مسؤولين عن العائلة منذ وصولهم إلى هدرسفيلد، وبالتالي هي جهات رسمية حكومية تتعامل مع العائلة بشكل رسمي، وهم المسؤولين عن العائلة منذ وصولهم إلى المدينة، لأنهم قد قدموا عن طريق برنامج إعادة التوطين، برنامج إعادة التوطين الخاص باللاجئين السوريين، وبالتالي هم قدموا عن طريق الحكومة، وبالتالي هم هناك بعض الموظفين أو المسؤولين عنهم من قبل الجهات الحكومية والرسمية. هل هو فقط التنمر ما جعلهم يرغبون الانتقال من المنطقة؟ صراحة هي كانت الأسباب الرئيسية للموضوع، نعم. الأسباب الرئيسية هي عدم ارتياحهم في المنطقة، وبسبب تعرض الأطفال لما هم تعرضوا إليه سابقا وحاليا وما زالوا يتعرضون إليه في المدرسة، وبالتالي هذا الموضوع جعلهم يفكرون جديا بالانتقال من الحي. نعم، شكرا لك سليمان شويش، صديق العائلة ومترجمها، طبعا عائلة الطفل السوري جمال الذي تعرض للتنمر، وكنا تابعنا المقطع المصور الذي تحدث عن هذه القصة. طبعا التنمر ليس حكرا على بلد أو مكان دون غيره، هو مشكلة موجودة بكثرة حول العالم، حتى إن الأمم المتحدة عبر وكالة اليونيسيف كانت قد وضعت تعريفا له. دعونا نتابع هذا التعريف في الشريط القصير التالي لوكالة اليونيسيف. البداية ما كانتش من هنا، بس نقدر ننهيه. الهزار التقيل، التريقة، التحفيل، كل ده اسمه تنمر. ده لا شطارة ولا قوة شخصية، ده عنف وأذية. أنا ضد التنمر. ومعي عبر سكايب إيمان أبو العطا، مديرة مركز مكافحة الاعتداءات والكراهية ضد المسلمين في بريطانيا، والمعروف باسم تيل ماما. مرحبا بك إيمان. هل بلغكم يعني ما حدث لجمال، وهل تعامل مركزكم مع هذه القضية؟ بلا شك بلغنا جمال، احنا بتواصل مع المسؤول عن ملف التعليم في منطقة هدرسفيلد، حتى نحاول ان المدرسة تعاقب
قضية جمال، وبقضية جمال هذا بنوه على أن المدرسة عندها مشاكل أخرى بالتنمر. بلا شك أنه قضايا التنمر هي قضايا متداولة مثل ما شفنا بالفيديو، بس من الحالات اللي توصلنا إحنا بتلماما حالة من 10 حالات تبلغ إلنا في حالة تنمر بالمدارس. فهناك في شغل كثير لازم يصير في توعية عن التنمر، عن اللغة، عن تصرف الأطفال والأولاد والشباب في المدارس، وكيف المدارس لازم تاخذ إجراءات صارمة بخصوص هذا الموضوع، لأنه حالة جمال هي حالة اللي وصلت على فيديو اللي انتشر، بس هناك كثير حالات أخرى اللي عم بتصير اللي ما حدا عم بيوصل حتى رسالة إيش عم بيصير، والأطفال والشباب عم بيعانوا في هدوء بدون ما يحكي لأي حدا. هناك من انطلق من قضية جمال على أنها قضية مردها أو أساسها عنصري، بدافع أن الطفل المعتدي يظهر بأنه يدعم ربما فكريا بعض المنظمات اليمينية المتطرفة هنا في بريطانيا. إذا هل نقول أن التنمر يمكن أن يرتبط فعلا بالعنصرية، أم أنه سلوك مختلف تماما والعنصرية لا تعرف يعني سن معين؟ بلش بحالة تنمر عادية، حالة تنمر بين الأطفال، بين الشباب، بين الأولاد، بس تنتهي بحالة عنصرية. فمبدأ التنمر ببلش بمبدأ إنه أنا ممكن أتعرض لشخص أو لشاب أو لصبية عندي بالمدرسة بسبب يمكن طولها أو بسبب حجمها أو بسبب اللغة اللي بيحكوها، بس تنتهي للأسف بحالة عنصرية. وبخصوص جمال، بالذات بخصوص جمال، وصلتنا كثير حالات من اللاجئين السوريين، من الأطفال اللي تعرضوا لحالات تنمر انتهت بحالة اعتداء عليهم بسبب وجودهم كلاجئين سوريين، وبرضه بسبب الهوية المسلمة. فالشيء له علاقة بالعنصرية بالهوية اللاجئ، بهوية إنه شخص لاجئ، الهوية إنه شخص مسلم أو صبية مسلمة، وحالة تنمر. هلا الشخص اللي حكم، الشاب المقابل للحكم اللي اعتدى على جمال، بلا شك وجد انه من حسابه بالفيسبوك انه هو شخص اللي عمليا حاليا عم بتوجه اكثر لتطرف يميني، وحكم هذا الشاب الان. المشكله انه مش بس انه تحاكم انت الشاب هذا، انه هذا الشاب كمان يعرف انه اللغه اللي استعملها هي لغه مش مفروض يستعملها، هي لغه تعرض الشخص لكراهيه، هي لغه غير متداوله، وهذا انه هذا الشاب هو بحاجه لانه الناس تدعمه انه يعرف إيش معنى تطرف كمان، والمدرسة نفسها تعرف إنه في عندهم شباب اللي عملياً عم بتجئوا لمواقع التواصل الاجتماعي اللي عم بتحاول تروج كراهية ضد اللاجئين، كراهية ضد المسلمين، اللي هي عملياً نوع من أنواع التطرف، والمدرسة تأخذ إجراءات صارمة بهذا الموضوع. إيمان، يبدو أن هذه القصة كما تقولين ليست القصة الأولى، تردكم تقارير كثيرة عن تعرض الطلبة للتنمر على خلفية عنصرية، طلبة مسلمين في الغالب كما تقولين. ما المطلوب الآن عمله؟ يعني في حال تعرض طفل من خلفية، من أقلية، من صحة تسمية لهذا الأمر، إلى أين يتوجه؟ نحن نطلب من كل طفل، من كل عائلة اللي يحتمين بيصلها إنه طفلها، إنه أولادها عم تعرضوا لحالة تنمر، أول شيء إنه يحكوا للمدرسة. كثير حالات كمان مرة من وصلتنا للأسف لما الأهالي بلغوا المدارس، المدارس ما أخذت إجراءات صارمة أو إجراءات اللي بتخلي الأهل يحس إنه أطفالهم بأمان، لأنه حالات التنمر استمرت للأسف بعدها. فإحنا موجودين في تلماما إنه إحنا ندعم العائلات، إنه إحنا نحكي باسم العائلات مع المدارس، نتأكد إن المدارس عم تأخذ الإجراءات الصارمة، ونحاول كمان نعاقب المدارس إذا ما بتأخذ الإجراءات الصارمة عن طريق التوجه للكونسل، عن طريق التوجه لوزارة التعليم، وعن طريق التوجه للجهات المسؤولة المختصة على إنها تعاقب وتحط عقوبات صارمة على المدارس بإنها تأخذ التنمر بحالة جدية، وتأخذ إجراءات صارمة ضد أي شخص اللي عم بيحاول يروج إكراهية وحالات تنمر ضد اللاجئين أو ضد أي شخص آخر. الشيء لازم ناخذه بعين الاعتبار انه التنمر هو مش هو بس ضد مسلم، مش بس ضد لاجئ، هو ضد اي شخص اللي ممكن يعني الشاب او الطفل يحس انه هو بالنسبه له مش الشخص الكول اللي هو بالنسبه له اللي لازم يتعامل معاه. فنطلب رجاء خاص انه رجاء احكوا معنا، بتقدر تتصلوا معنا على تليفون 0800 456 1246، أو ممكن تلاقوا معلوماتنا على تلماما.uk.org.
احنا موجودين انه نساعدكم، احنا موجودين انه ندعمكم، جميل. احنا ما بدنا اي شخص واي طفل انه يعاني وياخذ هذا الشيء على محمل شكرا لك. انه هو شخص لحاله، انه هو واقف لحاله. احنا موجودين حتى نعطيكم هذا الدعم، حتى انه نحاول انه نوصل وايصال الصوت الجهه المعنيه. اول نعم. صوت الجهه المعنيه كمان تاخذ نقول قرار صارم هذا انا الشيء. اشكرك أشكرك إيمان أبو العطا، مديرة مركز مكافحة الاعتداء والكراهية ضد المسلمين في بريطانيا المعروف بتيل ماما. شكرا لهذه المعلومات وأيضا للأرقام التي زودت بها كل من يشعر أنه فعلا متعرض لهذه القصة أو مثل هذا الأمر الذي تعرض له جمال وشقيقته. دعونا نشرك بعض الاتصالات الهاتفية. معنا بداية مروة الحاج من ليفربول. اهلا ومرحبا. اهلا بك مروه. مروه هل لديك اطفال؟ نعم لدي اطفال بعمر 14 سنه وتسع سنوات، وهم طبعا الاكثر تعرضا في هذه الفئه العمريه للتنمر داخل المدارس. طيب كيف تتعاملين مع هذا الامر اذا؟ هناك ابجديات داخل المنزل يفترض ان يعني توضح للاطفال، خصوصا الذين قدموا حديثا للاندماج داخل المجتمع البريطاني، باعتبار انه قد يتعرضون فعلا لمثل هذه المضايقات كاقليه مسلمه، كاقليه بلاك، نستطيع ان نقول عليها بلاك، لانهم يتعرضون بالفعل للنوع من التحرش والاعتداء والإيذاء اللفظي. أنا لا أقول إنه حتى الآن أنهم تعرضوا لأي نوع من التحرش الجسماني، ولكنهم كثيرا ما يأتون إلي متضجرين من بعض الألفاظ التي يطلقونها عليهم بسبب لون بشرتهم على سبيل المثال. خلفية عنصرية يعني أيضا بنفس الموضوع. طيب أكيد هو في الأمر في المقام الأول هو أمر عنصري بالدرجة الأولى، وهي مسألة متكررة على الدوام، يعني ليست مرة واحدة أو مرتين. طيب أنت بهذه الحالة ما الذي تتصرفين به بالعادة؟ هل الحديث مع المدرسة يكفي؟ يعني في حالة جمال مثلا تحدث إلى مدرسين كمان كما يعني تم الإشارة إليه في مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا حتى الشرطة يعني أعلمت لكن لم يكن هناك تدابير، ماذا تفعلين؟ الخطوة الأولى بالنسبة لي كانت هو أنني أقوم بالاتصال بإدارة المدرسة وتوضيح ما تعرض له ابني من مضايقات، وبالفعل تعيدنا إدارة المدرسة بأنها ستتخذ الإجراء اللازم، وبعد ذلك يعني كل أسف ينتهي الموضوع عند هذه النقطة. ليس هنالك وتستمر أي مسألة يعني تستمر الحلقة، بل وتتكرر، يعني يمكن للمسألة أيضا أن تتكرر. طب من خلال يعني تجربتك أنه ليس هنالك أي عقاب رادع، لا أريد أن أقول عقاب يحرم الطفل من الجلوس واستقرانه مثلا بالمدرسة أو فصله من المدرسة، ولكن يفترض على الأقل أن يكون هنالك منهج تعليمي لهؤلاء الأطفال في وتعليمهم وتدريسهم باحترام الجنسيات طيب. الأخرى والأقليات الأخرى. مروة يعني من خلال تجربتك، وهذا السؤال الأخير معك، من خلال تجربتك ربما أيضا في السودان، هل تعتقدين أن التنمر مرتبط بمكان، يعني بسبب وجود أطفالك في بريطانيا هنا وبلون بشرتهم، يعني وجودهم في هذا المكان وفي هذا الوقت بالذات انتشرت وسائل التواصل الاجتماعي، هل برأيك هذا له علاقة بشكل مباشر بالتنمر؟ بالتأكيد إنه له علاقة مباشرة بالتنمر بشكل أساسي بسبب لون البشرة، بسبب اختلاف الديانة ربما، المكان. هنالك في الفترة الأخيرة كما لاحظت أنه الأسبوع الماضي هنالك انتشر فيديو أيضا للشاب في عمر ربما 12 أو 13 عاما صومالي الجنسية، ايضا تعرض للاعتداء في الشارع العام وهو قادم من المدرسه. نعم. وهو نفس ما تعرض له الصبي جمال. نعم. بنفس الاسلوب وبذات الطريقه. نعم. فهي ليست مرتبطه بمكان معين او ببلد معين، لانه لدينا الامثله الان ابناء سودانيين، جمال شاب سوري، ذلك الفتى الذي تم تداول ايوه صومالي الجنسيه. فإذا هي عنصرية ربما تكون ضد
ضد لون بشرة معين، ضد ديانة معينة، نعم. ضد خلفيات معينة. شكرا لك مروة الحاج من ليفربول. سلافة، مرحبا بك سلافة من برمنغهام. اهلا اهلا بك. تقولين انه في بريطانيا هناك قانون موجود يمكن العائلة والطفل الحصول على حقهم وحماية. يبدو أن فقط الاتصال مع سلافة. دعونا إذا نشرك عبر الأقمار الصناعية من بيروت الأستاذة نور الأسعد النشطة ومؤسسة منظمة نو ليبل ولها التجربة مع ظاهرة التنمر. مرحبا بك سيدة نور، يعني ما هي تجربتك بداية مع التنمر؟ هاي، أول شيء بشكركم على استضافتي على هذه الحلقة اللي جدا يعني موضوع كتير أساسي لازم ندوي عليه. تجاوبك على سؤالك تجربتي بالتنمر، أنا تجربتي بالتنمر أولا بلشت مش تجربة حلوة. أتعرضت للتنمر بالمدرسة تقريبا فيك تقول لمدة 10 سنين. عأيامنا ما كان في تنمر إلكتروني، كان محصور بالتنمر اللفظي أو الجسدي. أنا تعرضت للتنمر اللفظي وقتا كنت بالمدرسة لأسباب أنه أنا كنت بس أصغر منهم، يعني بالصف أفوني الصف بنص السنة والولاد بتعرف بحسوا بخطر، فكان هذا سبب الرئيسي لكون صريحة معك. وكبرت مع الخبرية، بس تجربتي مع التنمر الحلوة اللي هي من 4 لـ5 سنين أسست ما يعرف بنو ليبل اللي هي صفحة على الفيسبوك بدها تنشر الوعي عن البولينج أو التنمر. وهذه الصفحة صارت لجمعية لأنه أنا حبيت أني حول هيدي التجربة من نيجاتيف لبوزيتيف وشوف كيف فيني ساعد الأطفال، الأهالي، الأساتذة. مش بس صرنا بنشر الوعي بل صرنا بالوقاية من البولينج. ما هي أساليب الوقاية؟ طيب الآن وقد أنشأت هذه الصفحة، وهل تجدين بالفعل أن هناك أسلوب ناجع معين ليوقف التنمر الذي كما ذكرتي هو قديم، يعني ليس بالأمر الجديد، قدم المدارس؟ هلا هي صارت جمعيه بطلت صفحه. بس تجاوبك على سؤالك، هي اول شيء لنكون نحن عم نوصل للوقايه بدنا نبلش بالتوعيه. هلا نحن مثلا هيدي اكيد توعيه، بس هيدي قد عم توصل للمشاهدين؟ لنعمل اويرنس او وعي صحيح بدنا نكون بالمدارس. فكيف من انفو سيشنز او جلسات يعني بس بتهدف انه نعرف او نعرف عن تيرم او كلمه البولينج والتنمر بين التلاميذ، بين الاهل وبين الاساتذه. يعني انت بتتفاجئ هلا بهذه الايام قديش في مدارس او اهل مش جهل بس ما بيعرفوا شو معناتها بولينج او تنمر ككلمه بكره. بس يعني اما when we go to schools وبس بنروح على المدارس وبنعمل هالجلسات التوعيه لحيلا مثلا مستفيد ان كان تلميذ او اهل او اساتذه وبنقول لهم البولينج هو 1 2 3 بيرجع بتذكروا لا نحن بنعرف شو معناتها البولينج. فاول ستيب او اول خطوه هي نشر الوعي، يكون في ثقافه الوعي عند المدارس انه تجهز تو اورجنايز هيك سيشنز. ثاني شيء اساسي هو انه انه نحن نشتغل مع المدارس بي سوفت سكيلز او كاركتر بيلدينج، يعني بناء الشخصيه او تطوير مهارات تطوير الشخصيه. ليه؟ لانه من بعد ما نحن صرنا 3 سنين عم نروح على مدارس ونعمل الوعي قلنا كثير منيح عملنا الوعي، بس شو السبب الاساسي؟ اتضح لنا انه السبب الاساسي في عندك مثلا ما في وعي عن الايموشن انتليجنس او الذكاء العاطفي، سوشيال انتليجنس، الريسبكت او الاحترام، البير بريشر. كثير امرار من التنمر بيصير لانه في لغط او مفهوم غلط 100% عن الضغط بين الرفقه، ولا واحد يكون مقبول من رفقاته بيعمل هذا الشيء. فقلنا ليش ما بنعمل جلسات تثقيفيه من خلال فان ادوكيشن، تعليم هيك حلو للأولاد لأي فئة عمرية، منعلمهم عن كل هول اللي قلت لك عنهم. وبنفس الوقت بنشتغل مع الأهالي كوقاية، نعلمهم عن البيرنتينج أو أساليب معينة بيتبعوها بالبيت. ما ضروري يكونوا عم بيحكوا عن التنمر، في كتير أمور الأهل بيكونوا مش واعيين عليها بتسبب لهذا الموضوع، مثلا ما بيقعدوا مع بعض بيحكوا، ما بيكون في ديسبلين بالبيت مع الطفل، يعني ما في ريورد أو بانشمنت سيستم يعني بالعائلة. حتى يعني يمكن الولد اللي عم بيكون بهيدا العمل بيكون عنده خي تاني مثلا أصغر منه عم بيراقبه كيف عم بيتصرف. فالوعي ببلش على ليفل
الظاهرة، والوقاية بتبلش على ليفل اللي تحتها. أنا بسميها عندي معروفة بجمعية آيسبرغ، كيف الجبل الثلج عندك الظاهر وعندك المخفن. نعم 100%. نحن بنشتغل على يعني نور، انت تتحدثين الان حتى اللحظه عن المتنمر بحد ذاته، يعني قلتي انه الانضباط في المنزل او ربما يعني ممارسه قد يكون شاهد اخاه صح. يعني الاكبر يقوم بها، يعني لكن ماذا عن الضحيه؟ يعني الضحيه يعني عاده لن يلجا الى الحديث عن قصته بفعل انه العمر او شعوره بانه ربما يكون بصوره مهزوزه امام الاخرين، ربما يشعر بالانكسار، لذلك لن نتحدث عن هذه القصه. كيف تعرفين ان هذا الشخص ضحيه للتنمر وتقدمين له مساعده؟ سؤالك كثير حلو. بتجاوبك يعني بدي عكسك بشغله، بدي اقول لك انه نحن ما بنحكي على فكره عن الضحيه ما بنحكي عن المتنمر. بالنسبة لنا نحن بنحكي مع تلاميذ كتلاميذ كجمعيتنا مثلا، أو هذا الشيء أنا بنصح فيه، ما بنترك الشغلة تصير ونروح منعالجها. نحن وقت نروح نعمل هالجلسات التوعية أو الوقاية بنتعامل مع صف، مع تلميذ، مع كائن بغض النظر هو شو. وعلى فكرة نحن ما بنستعمل كلمة الضحية أو المتنمر، لأنه بنكون عم نعطي لقب، إن كان للضحية لقب بيستضعفه، وإن كان للمتنمر بنعطي لقب بيعطيه قوة بطريقة مش صحيحة. فنحن بنتعامل مع التلميذ كتلميذ لنشر له وعيه، وبنفس الوقت نعطيه مهارات إنه تساعد له شخصيته بغض النظر هو شو. لأنه إذا نحن علمنا الولد لو شو ما كان، لنقول كان ضحية أو متنمر، أو نحن في كلمة بنستعملها مشاهد، a bystander، ما بيعمل شيء، علمنا الريسبكت، علمنا ضبط النفس، علمنا الاحترام. ما بيروح مثلا الضحية بفكر كيف يتعامل مع الايموشنز تبعوله، او ما بيروح المتنمر اذا علمناه يعني عن الليدرشيب، انه انت فيك تكون قائد بمدرستك باساليب مختلفه. تعليم بشكل عام لمجموعه من الطلبه او مجموعه من الاطفال في هذا السن دون تحديد يعني من الضحيه او من المتنمر. شكرا لك نور الاسعد الناشطه ومؤسسه نو ليبل التي كانت تعنى بمساله التنمر. نعود الى الهواتف. معنا سلافه الان رجعت الينا وهي من برمنغهام. مرحبا بك سلافة. أهلا وسهلا. أهلا بك. يعني ربما شاهدتي هذه القصة، قصة جمال. القصة أيوة. لم تقتصر فقط على جمال، الموضوع موجود في مدارس بريطانيا وحتى موجود في مدارس العالم. هل لك تجربة بشكل أو بآخر مع التنمر؟ أيوة نعم، أنا قرأت عن حالة وصفتها أمها لطفلة في سنة الثالثة الابتدائية بتتعرض للتنمر من زميلتها معها في نفس الصف، وكانت بتضربها بتخوفها، والام عرفت بالصدفه. يعني ما كان في تواصل اصلا بين الام وبنتها عشان هي تعرف الموضوع ده. والكلام ده ما كان في بريطانيا، الكلام ده في السودان. هنا انا برجع لحته انه التنمر ما مربوط بمكان. نعم. التنمر هو عباره عن سلوك اجتماعي وحتى غير مرتبط بجنس، ومرتبط حتى تقولين عن قصه يعني بين الاناث. نهائيا هو مرتبط بسوء تربيه في البيت، بغض النظر عن انه البيت في افريقيا ولا في اوروبا ولا في امريكا. هو اصلا الطفل المتنمر هو طفل غير سوي، وغالبا بيكون عايش في بيئه متنمره، يعني يا اما ابوه بيتنمر على امه او اخوه الاكبر منه بيتنمر عليهم، وبالتالي هو بيفرغ شحنات الغضب بالتنمر في المدرسه. طيب ماذا عن الطفل الذي يقع ضحيه لهذا التنمر في هذه الحاله؟ الطفل الذي يقع ضحيه التنمر او الطفل المتنمر عليهم، يعني من المفترض انه الناس يعني تنظر لانه ليه في طفل معين بيكون عرضة لأنه يتنمر عليه. شنو بيجذب؟ الحاصل أنه الطفل المتنمر عليه غالبا بيكون طفل ما عنده تواصل مع أسرته في البيت، لأنه إذا كان متعود أنه يشكي ما كانت يعني مجرد مواقف صغيرة بتصل لمراحل التنمر. لكن سلافة ألا ترين يعني أنه هذه المسألة أصلا طرحها يعني صعب على طفل صغير، يعني أن يتحدث بأنه تعرض للضرب أو تعرض لسخرية من زملائه؟ إذا كان في تواصل بين الأم وطفلها يبادي من بدري، يعني من فترة ما هو في الكيجي وهو في سنوات الدراسة الأولى، متعود إنه يجي يحكي أحداث يومه، الأم بتعرف أصدقائه القريبين، بتعرف أمهات الأصدقاء حتى لو معرفة سطحية، أكيد أكيد ما حيصل مرحلة إنه يعني يتم اعتداء جسدي عليه بسبب التنمر. نعم. والخطوات. شكرا لك يا سلافة. سلافة حدثينا من برمنغهام. معي سميرة من الأردن، مرحبا بك يا سميرة. سميرة داوود.
يبدو أن أيضا فقدنا الاتصال، سنعود مرة أخرى إلى سميرة. طيب دعونا نقرأ بعض المشاركات التي وردت على مواقع التواصل الاجتماعي والتي كانت غنية في الواقع ومليئة بالتعليقات. طبعا كما ذكرت هذه القصة كانت القصة الأولى في مواقع التواصل الاجتماعي هنا في بريطانيا. دعونا نبدأ من تويتر، حيث كتب محمد الزعبي يتحدث ويقول: هي ثقافة متجذرة في معظم المجتمعات وليست هناك أسباب أخرى لهذه الظاهرة التي تدمر الطفل وتجعل نفسيته سلبية. في الاتجاه نفسه أيضا غرد العامري أبو علي قائلا: العنصرية متفشية في المجتمع الغربي، شاهدنا مثلا كيف يركل هذا العنصري الصبي السوري الذي ظل هادئا ولا يستطيع الدفاع عن نفسه، وطبعا يعلم أنه سيتعرض للمزيد من الاعتداء لو حاول المقاومة. أيضا على فيسبوك كتب جواد أبو علاء: التنمر يؤثر سلبا في نفسية الطفل، وعلى ولي أمره أن يزرع الثقة لديه وأن يراقب تصرفاته. علي زناتي يقول: يدفع التنمر الطفل إلى تبني سلوك عدواني تجاه زملائه، ويصل حد استخدام القوة ضد معلميه لإخفاء شعوره بالنقص. أحمد النمر قال: أنا مع أي إجراء قانوني وتأديبي للمتنمر. سامي دياب قال: ظاهرة التنمر منتشرة في مجتمعاتنا بسبب غياب الحرية والديمقراطية والعدالة. طبعا ما أن هذا الأمر أو هذه القصة التي عرضناها جرت هنا في بريطانيا، وهذه المسائل ربما يعني منتهية كما يقول الكثيرون. فضفضة ميس تقول: الذنب والعتب ليس على الطفل المتنمر بل على والديه وأسرته التي أساءت تربيته، التي تقوم على العنف والاضطهاد والسخرية من الآخرين. علي علعلى يقول: ظاهرة التنمر لا تقتصر على المدارس فقط، المشكلة تكمن في عدم موالاة المدرسين بشكاوى الضحية وموقف أهل المتنمر الذين يفتخرون بأفعال ابنهم ويعتبرونها شجاعة وقوة شخصية. محمد الحسن قال: هذه الحادثة لها أبعاد أكثر من قصة التنمر، فهي انعكاس لسلوك المجتمع الغربي في عدائه للمهاجرين وخاصة العرب والمسلمين. طبعا هذه بعض التعليقات التي انتقيناها من مواقع التواصل الاجتماعي التي ورد على صفحاتنا. هناك هاشتاج يعني تحدث عن قصة الطفل جمال، وأيضا تطور الأمر للحديث عن التنمر بشكل عام بصورة عامة هنا في بريطانيا. يعني إن أردتم قوموا ببحث سريع لتقرأوا الكثير الكثير من التعليقات. الوالدان أو المربون طبعا مسؤولون عن الطفل، أيضا لهم دور أساسي كما ذكر كثيرون، لهم دور أساسي في إيقاف هذا التنمر. دعونا نتابع هذا المقطع لنعرف. القصة ما بتخلصش هنا. ندى هاتي قلم عشان نحل الواجب. وانت قلمك راحت فين يا باسم؟ ضاع مني في المدرسة. لا ما مش كل شوية تضيع حاجتك في المدرسة. دي مش أول مرة تضيع حاجتك يا باسم. خلاص بلاش إقلام ومش هحل الواجب ومش هروح المدرسة دي تاني. أنا مش عارفة ماله، ده حتى ما رضاش ياكل. ماما عايزة أقول لك على حاجة حصلت لي باسم النهاردة. التنمر أي حد ممكن يعدي بيه، بس نقدر ننهيه. باسم ممكن تقول لنا إيه اللي حصل معاك النهاردة في المدرسة؟ إحنا معاك، خلينا نتكلم ونشوف ممكن نعمل إيه. الهزار التقيل، التريقة، التحفيل، كل ده اسمه تنمر. ده لا شطارة ولا قوة شخصية، ده عنف وأذية. أنا ضد التنمر. ومايع بالأقمار الصناعية من القاهرة حاتم حسن، المدرس والمدير الفني لبرامج الأطفال. مرحبا بك أستاذ حاتم. يعني ربما عرفنا أن الطفل أو الوالدين في المنزل عليهم أن يتواصلوا مع الطفل لمعرفة ما يمر به، لكن كيف يستطيع المدرس أن يميز حالة التنمر أو أن يعرف بوجود طفل متنمر عليه ووجود طفل متنمر أيضا؟ مساء الخير. طبعا دور المدرسة دور كبير جدا ومهم في مشكلة التنمر، لأنه الجزء بتاع الرقابة على الأطفال وسلوكهم مع بعضهم وتأثير ده عليهم لازم بيكون من المدرسة والمدرسين. معظم حالات التنمر بتحصل في الأوقات اللي بيكون فيها ما فيش دراسة، مش حصص دراسية يعني، فبيحصل ده في وقت الراحة بتاع الطلاب في الأماكن البعيدة دايما عن عيون المدرسين أو المراقبين. الشخص اللي بيكون عايز يعمل حالة تنمر المتنمر بيختار الأماكن ديت بعناية، هو ذكي، مش عايز يوقع نفسه في تحت طائلة العقاب لأنه عارف أنه هو بيعمل حاجة غلط، فبيكون في أماكن بعيدة. لازم على المدارس أنها تعمل دور رقابي أكتر،
وكمان مش بس الرقابة، لأنه التنمر موجود وهيفضل موجود، هي ظاهرة عالمية موجودة وبتحصل لأسباب كتير ما تقدرش تحصرها في عنف بس، بتحصل بأشكال كتير. فلازم كمان المدرسة يكون عندها الدور بتاع التوعية عشان تحصل. لكن أستاذ حاتم يعني نسمع كثيرا بهذا الكلام نظري يعني أكثر منه عملي على أرض الواقع، يعني جميع المدارس في العالم العربي فيها موجهين تربويين ونفسيين، لكن يعني كثيرون يقولون بأنهم لا يلجؤون إليهم، ليس لهم دور فعلي في الواقع في هذه المدرسة. هل من أسلوب عملي الآن في هذا العصر من أجل إيقاف أو ربما تخفيف حدة التنمر في المدارس بشكل عام؟ ده حقيقي، غياب الدور بتاع الأخصائيين الاجتماعيين والناس المسؤولين عن التوجيهات النفسية والاجتماعية ضعيف جدا في المدارس في الوطن العربي معظمه، يعني وخصوصا مصر. ظاهرة التنمر ما حدش كان بيتكلم عليها، يمكن بس السنة دي الكامبين اللي اتعمل من اليونيسيف هنا في مصر عن ظاهرة التنمر هو اللي خلى الموضوع يبدأ يبقى فيه ضوء بيتسلط عليه، لكن بقى لنا كتير بيحصل ده من غير ما يبقى مفهوم ولا في توعية عنه. المدارس تقدر تعمل دور، مش بس يعني خلينا ما نتكلمش عن الرقابة بس، يعني لو بصينا لأنه المدرسة هي دورها تربوي، ففي الدور بتاع أنه الأوقات اللي بيحصل فيها التنمر اللي هي الأوقات الفاضية الطلاب بيلجأوا لده لأنه ما عندوش حاجة يعملها بشكل كبير، شغل أوقات الراحة أو أوقات الفراغ اللي بي 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 بيعيشها الأطفال في المدارس مهم جدا عشان يبعد الأطفال عن المدارس عن التنمر. يعني الجزء الثاني بتاع أنه الأولاد نفسهم لازم يتعامل معاهم أنشطة بتقربهم من بعض، والأنشطة دي لازم تكون خارج الحاجات الفصلية مش حاجات دراسية، أنشطة صفية. الأنشطة دي بتساعد أنه يحصل ان الاطفال بالظبط لا صفيه، بتساعد ان الاطفال يختلطوا ببعض، يعرفوا بعض، يفهموا اختلافاتهم اللي بينهم وبين بعض، لان مشكله التنمر في اساسها هو ان احنا مش قادرين نتقبل اختلاف موجود عند الشخص الاخر، سواء الاختلاف ده بيميزه او الاختلاف ده بيخليه محبوب عند حد، او الاختلاف ده مخليني انا مش حاسس بقوتي او بوجودي. ففي في حاجات كتير، فليه لازم نوضح للطفل اللي قدامك عامل ازاي. الاطفال كلهم من البدايه نقاء، ما تلاقيش ابدا في السن الصغير للاطفال انه بيحصل تنمر، ده بيحصل بعد كده من مكتسبات بيعيشها الطفل في المجتمع. اذا مرده هو في البيت لما بيخرج من البيت، مرده هو المحيط اكثر منه من شخصيه الطفل بحد ذاتها. طيب سنحلل الموضوع اصلا يعني مع ايضا يعني خبراء نفسيين في هذا السياق، لكن دعني اشرك سميره من عمان. مرحبا بك سميره داودي. أهلا وسهلا. أهلا بك. هل ترين أن التنمر في هذا الوقت ازداد عما كان عليه سابقا باعتبار أنه كان موجودا يعني طول التاريخ؟ صحيح، التنمر ظاهرة قديمة بس هلأ عم بتصير بأشكال كتير جديدة. أنا برأيي التعصب هو أهم سبب للتنمر. تعصب. لأنه التعصب بيقود بالضبط، لأنه بيقود للكراهية، ولما أنا أكره اللي قدامي أو أحس إنه دون، بحس الناس حالهم مقسمين لكاتيجوريز إنه هذا مش مثلي معناته ممكن يكون أقل مني فأنا بدي أستقوي عليه. هاي الظاهرة كتير منتشرة خصوصا مجتمعاتنا العربية، لأنه بضل في أنت من وين، أنت شو دينك، أنت كذا، فهاي الشغلات الفروق بتخلي الناس ما يكونوا خلينا نقول مجتمع متجانس 100%. في بالنسبة للتنمر هلأ في شخص كتير مهم إحنا عم نظلمه اللي هو الشخص المتنمر نفسه. إحنا عم نحكي دائما إنه هو المجرم وهو سبب المشكلة هاي، بس هو فعليا إنسان بحاجة لاهتمام، بحاجة لمحبة وعلاج. احيانا بيكون مش احيانا، هو الاصل بيكون بالبيت، ما في حد عم بيحكي معه، ما حدا عم بيوجهه، بيكون عم بيشوف هال خلينا نقول هالعنصريه في البيت، وفي في في حوار كراهيه في البيت بخليه بس يطلع بصير بده يكون عنيف مع الكل. وهو ما قاله الاستاذ حاتم يعني بشكل عام انه يكتسب يعني هذا الامر اكتسابا وليس من طبيعه الطفل. بالضبط، لانه احنا ما يعني على الفطره الانسان بينولد مسالم وما عنده هيك مشاكل. شغله ثانيه، ما ننسى الالعاب العنيفه جدا اللي هلا عم بيلعبوها الاولاد، كلها قتل وكلها فرود وبنادق. الالعاب الالكترونيه تعنين؟ العاب الفيديو والالعاب الالكترونيه.
بالضبط، هي منتشرة كثير يعني، وصارت ظاهرة لدرجة الإدمان عند الأطفال. شكرا لك. معلش بس أحكي شغلة مهمة. في مجتمع البنات، مجتمع البنات الإناث بيختلف عندهم الاضطهاد أو التنمر عن مجتمع الذكور. مجتمع الإناث بيكون التنمر لفظي أو على شكل إهمال. هاي شغلة كتير كمان مهمة، إنه بنت من الصف مثلا بتكون بتهدوها بشكل إنه يهملوها، ما بدنا نلعب معك، أو بيعلقوا على شكلها أو بيعلقوا على كذا. فهذه في أنواع من التنمر بتكون مخفية بس كتير لها أثر سلبي على الطفل. شكرا لك سميرة داودي. وركزي على نقطة يعني أود أن أحيلها الأستاذ حاتم، يعني تحدثت سميرة عن مسألة الأطفال بين ذكور وإناث واختلاف التنمر فيما بين الحالتين. هناك من يرى أن الذكور يعني تنتشر فيهم أكثر، هل هذا يعود لعامل نفسي في تكوين الطفل الذكر أم هناك أسباب أخرى تراها من تجربتك؟ يعني التنمر في عند الذكور بيكون أكثر واخد الشكل العنف، وكمان اللفظي اللي بيكون فيه إطلاق ألقاب أو سخرية وحاجة كده. عند البنات الموضوع بيكون مختلف شوية، عشان الطبيعة بتاعة الأنثى مش بتلجأ للعنف قوي، بس بيكون التنمر في شكل التجاهل، السخرية، الإشاعات، دي حاجات مختلفة. لكن الدراسات برضو قالت أنه في وجود العنف لدى البنات، ونفس الحاجة عند الولاد، الإشاعات والسخرية والحاجات دي بالنسب بتختلف حسب المجتمعات، ما تقدرش تقول ان هي حاجه عامه. بس الطبيعي انه الذكور تكون مياله اكتر للعنف، لانه هنا هو بيقدر يثبت ذاته، بيقدر يثبت قوته، وان هو المسيطر. طيب في نقطه كنت عايز اتكلم عليها كمان مهمه. اتفضل. انا كنت اود ان اعرف عن مساله الجزء بتاع سأسمع هذه نقطة ثم أطرح سؤالي، ويتعلق أصلا بمسألة العقاب أو العوامل الرادعة، وكثيرون تحدثوا بهذه النقطة، مع أن هناك من يرى بأن يعني المتنمر هو نفسه بحد ذاته ضحية، لكن دعني أسمع نقطتك ثم تجيبني على هذا السؤال. خليني أدمج النقطتين في بعض، لأن أنا كنت هقول لك إنه كل الأطراف اللي موجودة في عملية التنمر هم أطراف ضحايا. إذا كان المتنمر نفسه أو الشخص المتنمر عليه أو الجمهور اللي واقف بيتفرج، كلهم ضحايا، لأن كلهم ده بيأثر في طفولتهم. مش طبيعي أبدا إن هم يعيشوا المواقف دي، وفعلا بتأثر فيهم، ومع الوقت ممكن في ناس يكونوا من الضحايا اللي هم المتنمر عليهم، وبعد كده بيكون هو متنمر عشان يتجنب العملية دي. في أشخاص من المشاهدين اللي بيشوفوا العملية بتاعة التنمر وبيكون واقف سلبي ما بيقدرش يعمل حاجة، ده بيأذيه نفسيا. العملية كلها فيها مشاكل. فأنا وجهة نظري البسيطة إنه العقاب مش هو الوسيلة اللي هتوصل إنه نقدر نمنع الظاهرة بتاعة التنمر. بالعكس، الظاهرة محتاجة وعي مجتمعي على كل الأصعدة، في المجتمع نفسه، في المدرسة نفسها، في الأسرة نفسها، وبعد كده وعي بعد كده الأسرة نفسها إزاي تشتغل مع أولادها، وإزاي نتكلم، وإزاي يكون في حوار. الثقة، الشخص المتنمر عليه لو عنده الثقة وعنده القدرة على أنه ما يخافش ويقدر يواجه، والثقة دي لازم تكون مبنية من الأشخاص اللي بيربوه، اللي هم أهله، هم الداعمين ليه، هيقدر يواجه أي حد. ودي البداية. أنا عشت عن نفسي تجربة صغيرة مع ابني في المدرسة، وحاجات بسيطة، أفعال فيها تنمر لأن كان فيها تعمد وكان فيها تكرار، وكنت بحاول أوجهه أنه اتصرف أنت وحاول تواجه. لازم يحس بأنه هو اللي يقدر يواجه ده. دي نقطة مهمة، تعطيه الثقة بنفسه. شكرا جزيلا لك حاتم حسن، المدرس ومدير الفني لبرامج الأطفال في المدارس المصرية. أعود إلى اتصالات مشاهدينا. علي الخلاقي من اليمن، مرحبا بك يا علي. الخير. أهلا بك علي. هل تعرضت للتنمر؟ علي تسمعوني؟ يبدو أن ظاهرة اجتماعية نعم انتشر في اليمن. الو علي نسمعك، تفضل. لكن الخط هناك تأخير في الصوت، نستطيع سماعك، تفضل. نعم التنمر ظاهرة اجتماعية تهدد المجتمع بشكل عام في اليمن والوطن العربي. التنمر يبدو أن الخط فيه مشكلة مع علي،
مصطفى بدأت ظاهرة كده. ألو علي، أعتذر منك، الصوت ليس واضحا بالمرة، دعني أخذ مصطفى ريثما بما يتحسن الصوت معك ونعود إليك. مصطفى مرحبا بك. مرحبا بك، شكرا على هذا الموضوع الشيق. أهلا بك مصطفى، هل لك تجربة مع التنمر؟ نفس السؤال اللي سألته علي. نعم، كما قلت مسبقا كنت في الصيف أقدم حصص تدريسية، أنا طالب جامعي بالمجان للطلاب. تقوم بحملات توعية للطلاب، هذا ما فهمته؟ نعم، في وجدت أن لو سألنا أي شخص أي طالب سوف يقول لك أنه تعرض لمجموعة من المضايقات وللتنمر من زملائه، أي شخص، شيء عادي. ولكن يجب أن لا ننسى أن هناك بعض الأشخاص لهم مشاكل نفسية، كالشخص متوحد أو شخص يعيش وحده، هؤلاء نجدهم يعانون في المدارس. طيب كيف تقدم لهم الدعم والمشورة من خلال خبرتك الآن؟ أحاول أن أمنحهم، أن أجعلهم يغنون، يرسمون، يلعبون الرياضة من أجل إخراج الطاقة السلبية وإنشاء صداقات بينهم. مثلا في كرة السلة، لو لعبوا مباراة كرة سلة أو كرة قدم، رأيت مجموعة من الأمثلة، تجد أن شخصين متخاصمان يصبحون من أعز الأصدقاء بعد يومين أو ثلاثة أيام. شكرا لك، شكرا لك يا مصطفى. ودعونا نتحول الآن إلى القاهرة أيضا، ورحب دكتورة مها عماد الدين، استشارة الطب النفسي للأطفال والمراهقين ومستشارة حملة أنا ضد التنمر لليونيسيف. مرحبا بك دكتورة مها. يعني كتعريف علمي دقيق موضوعي، ما هو التنمر؟ التنمر هو ممارسة للعنف من بين الأطفال بأشكاله مختلفة بقى. ممكن يكون عنف جسدي زي ما احنا شفنا في الفيديو، ان في بنضرب، بيشد حاجة، بيطلع يجري، بيزق، او يكون لفظي زي ان هو نطلق اسماء على الشخص زي مثلا يا تخين يا قصير، او يعني حاجة بتكون مهينة او مؤلمة بالنسبة له، او تهديد بأي شيء، تهديد بالضرب او تهديد بافشاء سر، ده برضو يعتبر نوع من انواع التنمر. والتنمر الاجتماعي اللي كان في حد ذكره قبل كده، واللي ده منتشر فعلا بين البنات اكتر، وهو ان انا اقرر ان في حد ما يطلع بره المجموعه، يعني اتجاهله، ان هو ما يبقاش كانه مش موجود بالظبط، ما كلموش، ما طيب. اقرر ان هم لا ما تلعبيش معنا النهارده، ما تكلميناش. وطبعا اخر نوع واللي منتشر دلوقتي جدا بين المراهقين هو التنمر الالكتروني. التنمر الالكتروني، مشاركة مقاطع فيديو او استهزاء الكتروني او التشهير الكترونيا. طيب الان نحن تقريبا بدنا نعرف الصورة من خلال يعني ما شارك كثيرون يعني في هذا النقطة، لك في هذه النقطة، لكن العلاج، الحل حتى اللحظة يعني لم يعني نستطع ان نعرف ما الطريقة لمعرفة الضحية والمتنمر ومعالجة الامرين. هو الفكرة ان احنا لازم نبقى عارفين ان احنا ولادنا ممكن بكل سهولة يبقى عرضة للتنمر. دايما الناس بتقول لا انا ابني ما يحصلوش كده، فبالتالي دي حاجة عمرنا بنسأل عنها. يعني لو ابني ما فكر ان هو ما يروحش المدرسة، ما بيجيش في دماغي خالص هو ممكن يكون في حد ضايقه في المدرسة او بيتعرض للتنمر ولا لا. دايما نفكر هو ممكن يكون الولد اصله كسلان، اصله مش عاوز يذاكر، اصله مش مهتم. فلا، لازم ابقى اقول ان كل طفل مهما كان هو ممكن يكون عرضة للتنمر، فبالتالي دي حاجة لازم تكون في بالي ولازم أسأل عليها. حاجات اللي تخليني أشك إن الطفل يكون مش بيحب يروح المدرسة، فجأة مش عارف بيحب يروح المدرسة، إن هو مش بيتكلم عن أصحابه كتير، أو في ناس معينين هو بيتجنب إن هو يتكلم عنهم أو يتواجد معاهم، إن في حاجات بتختفي منه، لأن ساعات المتنمر مثلا يطلب منه إن هو ياخد منه حاجات بتاعته، قلم، حاجات جديدة، فلوس، ده برضو نوع من أنواع التنمر. فأنا لو لقيت ده بيحصل لازم أشك. إن طبعا يكون ابني مضروب،
ده دي حاجه تخليني اشك ان هو مش مبسوط او قلقان او خايف. يعني لازم بس اول حاجه ان لا نقول ان ان هذه المؤشرات نشك ان ممكن يكون ابني او بنتي بيتعرضوا. اه بالظبط، لازم نكون من بدري قوي. الحاجه برضو المهمه جدا، انا لو في علاقه بيني وبين ابني وفي او بنتي طبعا وفي تواصل ان احنا بنتكلم في كل حاجه، سهل جدا لما يحصل تنمر انها تحكي لي. يعني الولاد ما بيتعلموش يحكوا عن المشاكل بس، بيتعلموا الاول ان هم يتكلموا عن كل حاجه، فبالتالي لما يحصل مشكله هيحكوها. فدايما لازم نبقى حريصين في ان يكون في الحاله حوار بيننا وبين هذا في الحاله التي طرحتيها يعني نظريا وانت تتحدثين مع طفلك او يعني هناك صراحه، لكن هناك كثير من الاطفال يخجل من الحديث عن هذا الموضوع، كيف نستطيع ان نسحب هذه الحادثه منه او نستطيع ان نتحدث معه فيها؟ ان احنا نحسسه انها ما هيش حاجه مخجله ولا هي حاجه عيب، وان اطفال كتير جدا بيتعرضوا للتنمر. وانا مبسوطه قوي من الفيديو بتاع اليونيسيف اللي عمله احمد حلمي، اللي هو يعني متهيالي بالنسبه لاطفال كتير كمان حد مهم جدا، فان هو يقول ان هو حصل له تنمر ده برضو بيبين لهم ان هي ما هيش حاجه مخجله ولا مهينه، بالعكس متهيالي ان احنا كلنا ممكن يكون في حياتنا تعرضنا لده. لما بيكون ردنا ان احنا بنسمع واحنا مهتمين ومتعاطفين ومن غير ما نقول اي كلمه تدل على ان انا بوصمه بالضعف او بوصمه بان هو ما عرفش يتصرف، ده بيشجعه ان هو يكمل. وطبعا تقديم الدعم الغير انا اشكرك جزيل الشكر، ده برضو بيحسسه بالثقه. دكتوره مها اعتذر منك، الوقت تداركنا. دكتوره مها عمادين استشاريه الطب النفسي للاطفال، وكذلك ادعوكم مشاهدينا لمتابعه نصف حلقه ايضا نصف ساعه اضافيه من ذات الموضوع على الراديو، على راديو بي بي سي عربي. استمعوا الينا وشاركونا الحوار. الى اللقاء.